إذن إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم. معي بطل من أبطال العرب، أبطل من تونس، البطل أحمد، مرحبا بك في بلدك الثاني في المغرب. فتحدثنا اليوم عن المشاركة ديالك بملتقى محمد السادس لألعاب القوى. باش تكون أول مشاركة ليا في مراكش، يعني في المغرب كدايمون ليغ. إن شاء الله يكون سباق جيد، إن شاء الله ما نعملوش ديفوت كما اللي عملناها في الدوحة، ونتمنوا كان إن شاء الله الحد الأدنى، وإن شاء الله خير من الحد الأدنى في السباق هذا. إن شاء الله غتكون مشاركة عربية قيمة بأبطال مغاربة وأبطال تونسيين، فنتمنى على أنه تكون الرقم الشخصي كام عندك؟ ويت 14. ويت 14، نتمنى على أنه في المغرب تكون أقل من ويت 10، 18 تكون هنا في المغرب ويكون رقم شخصي ليك، يتسجل ليك ودائما أول زيارة للمغرب. مش أول زيارة، جيت قبل 2018، أما المرة هذه جيت يعني كمشارك في الدايمون ليغ. دايمون ليغ حاجة تفرح، حاجة هذه ثاني دايمون ليغ عندي في المسيرة نتاعي الرياضية. بعد الدوحة كي كانت مشارك في الدوحة؟ والله في الدوحة الحقيقة السباق كان جيد. بعد 2000 يعني سقطت، لمست الواحد البارير، كي مسيرتها طحت كملت السباق. يعني زاد يعني كانت تشوف ركبت يعني مضروبة، مازالت مصابة شوية، مازالت منفوخة شوية. كهو ان شاء الله نصلحوا في السباق هذا الجاي نهار الاحد، ونشوفوا كيفاش يتعدى السباق وكيفاش التكتيك وكيفاش. قولي اخر سؤال، غنشوفك ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ممكن نشوفوا عداء او عدائين من تونسي نهايه 3000 متر موانع ان شاء الله. هذاك الاوبجيكتيف، وديما نغزروا خير من الفينال، ديما نغزروا خير من الفينال. واحد الطموح نتاعو خير من الفينال، وباقي على ربي وعلى على التحضيرات وعلى كل شيء. أسرة ألعاب القوى تمنلك التوفيق، تمنلك النجاح، وتمنوا التألق لأبطالنا العرب في الألعاب الأولمبية. بارك الله. شكرا لك. عايز. شكرا. عيطوا.